حصل بالفعل. بالفعل. انا الساعه جت 12:30 بالليل وجبت 3 شماعات وعملت نفس ما الكتاب بيقول بالظبط، وفجاه مره واحده لقيت هوا سخن ورايا، لقيت واحده بالليل مستنياني وانا ما اعرفهاش اصلا. احنا خلاص بقينا اصحاب جدا، بس الغريبه بقى وانا ماشيه لقيت الناس كلها عماله تبص لنا وتبص لي باستغراب جدا، وصاحبتي كانها مش موجوده، كانها مش معايا اصلا. واحده وبنتها واقفين تحت المطره وعاملين يشاوروا لي، ايه ده اللي موقف في الوقت ده لحد دلوقتي؟ قلت اعمل فيهم ثواب واخدهم معايا، وخدتهم معايا فعلا. حسيت ان العربيه فيها نار ونار بتقيد. ايه ده انت مجنون؟ شغل قران، شغل قران، شغل قران. اهلا بكم يا اصدقائي، اهلا بكم يا احبابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله تكمل سلسله حلقات حصل بالفعل. وحصل بالفعل دوت الناس الجديده اللي ما تعرفش دي قصص مرعبه ومخيفه حصلت لبعض الناس بالفعل، وهم حابب يشاركونا وبعتوا له قصص ديت عبر الفيسبوك. انت كمان لو عندك قصه مرعبه او مخيفه وعاوز تبعتها لي عبر الفيسبوك هتلاقي الفيسبوك بتاعي في اول الوصف. ويلا نبدا اول قصه معانا مع اخونا يوسف، بس يا ريت قبل ما ابدا القصه تخشوا تعملوا لايك واشتراك للقناه. اسمي يوسف، عندي 19 سنة، كنت بحب القراية جدا، بس القراية في قصص الرعب والمخيفة، وكتبت على فكرة كذا كتاب سحر ومخيف، لكن كل ما اقرأ الكتاب دوت واحاول احضر جن عشان يكون خادم ليا، الكتب دي كلها بتطلع فيك ولا بتطلع في اي حاجة خالص. لكن في مرة نزلت اشتري كتاب، والكتاب ده هو اللي كان هينفع معايا. واسم الكتاب دوت، طيب انا قبل ما اقول اسم الكتاب اللي اخونا يوسف كان بيقول عليه دلوقتي، انا بخلي مسؤوليتي تماما من الكتاب دوت، عشان انا لما اذكر اسمه وحد يجيبه يبقى انا كده خليت مسؤوليتي تماما، واتمنى اتمنى محدش يجيبه خالص. اسم الكتاب دوت اسمه السحر الاحمر. وفعلا اخونا يوسف اشترى الكلام دوت وبيقول كالاتي، انا اول ما فتحت الكتاب دوت وقريته لقيت رسومات غريبة جدا، والرسومات دي على فكرة تشبه رسومات الفراعنة بالظبط، ما فهمتش حاجة ومعرفتش حاجة، والرسومات ديت كانت عصفورة، حمامة، قطة. قلت ما اقلب الصفحة كده يمكن يحصل حاجة تانية او الاقي حاجة تانية اكتبها بالعربي افهمها، بس اول ما قلبت الصفحة فعلا وبص على الكتاب لقيت اشكال مرعبة فعلا ومخيفة قوي. الاشكال ديت يعني تشبه اشكال الشياطين والجني، ومكتوب تحتها بالعربي لو انت عاوز تحضر جني، الساعة 12:30 بالليل اقف جنب المراية وهات 3 شماعات وقول. هو كاتب اسم الجني بس انا للأسف مش هقدر اقول الاسم ده خالص. المهم اخونا يوسف دوت بيقول انا جبت 3 شماعات فعلا الساعة 12:30، وقفت جنب المراية وطفيت النور وقلت الاسم دوت 10 مرات، يقول لك ساعتها ما حصلتش حاجة خالص، بس بعديها بدقيقتين بالظبط لقيت الشباك اتفتح لوحده، مع ان انا كنت قافله ساعتها، وفي هوا سخن حرارة عالية جدا جاية في وشي، مع اني برضو انا كنت في الشتاء. بصراحة انا خفت ساعتها وقعدت اقرا قرآن اقرا قرآن، بس انا بقرا وانا بقرا القرآن حسيت ان في حد ورايا ونفسه في ودني، ومرة واحدة ببص ورايا ما لقيتش اي حاجة خالص، بس قعدت اكمل قراءة قرآن. عدى 10 دقايق، عدى نصف ساعة، ما حصلش حاجة بعد كده. قلت انا يمكن متهيألي زي الكتب اللي فاتت اللي انا قريتها، قلت يمكن مفيش حاجة وانا يمكن متهيألي. الساعة جت 3 بالليل بالظبط، جه عليا النوم، خلاص عاوز انام، اتغطيت بالبطانية ولعبت في الموبايل شوية ونمت. نمت فعلا، بس اول ما نمت لقيت راجل متوسط الطول وعينه زرقاء قوي، وشه متلخبط كأن حد حاطط مية نار على وشه. وفجأة مرة واحدة قال لي أهلا بيك يا يوسف، أنا خادم ليك، سوف أحضر غدا الساعة 1 مساء فانتظرني. فساعتها بيقول لك أنا قمت مفزوع جدا وقمت خايف. يعني إيه؟ أنا حضرت الجن خلاص؟ الجن جه طلع لي وأنا مش عارف أصرفه؟ بيقول لك الساعة 8 الصبح بالظبط لبست ورحت جنب الشيخ، جنبي اسمه الشيخ منصف، رحت له فعلا وحكيت له على كل حاجة من ألف لحد الياء. قال لي ساعتها روح البيت وهات لي الكتاب دوت على طول، ولا تروح شمال ولا تروح لمين. رحت جبت له الكتاب على طول واديته للشيخ منصف، ساعتها جاب طشت واداني كبريت، قال لي امسك ولع الكتاب دوت، ولع الكتاب ده على طول. ولعت الكتاب فعلا، أول ما ولعت الكتاب واتحرق كله قال لي حطه في المية، حط الكتاب ده في المية، وفعلا حطيت الكتاب في المية على طول.
جاب ايده وحطها على وشي قال لي غمض عينك. غمضت عيني وقعد يقرا عليا القران دقيقتين، وبعدها على طول فتحت عيني وقال لي يا ساعتها عارف لو انت ما كنتش قلت لي وانتظرت لحد ما الشيطان ده واتقال لك في الحلم انتظرنا الساعه 1 مساء انا هظهر ليك، كان ساعتها هيبقى خادم ليك وكان فانا هيحقق لك كل حاجه انت عايزها، لكن مع مرور وقت انت ما كنتش هتعرف تصطفى خالص، ده كمان حياتك كانت ممكن تنتهي بطريقة بشعة جدا فوق ما تتخيلها. قصت اول قصة معانا مع اخونا يوسف، تعال نشوف بقى تاني قصة مع اختنا بسمة، نشوف بسمة بتقول ايه. بسمة بتقول اقسم ان القصة ديت حصلت لي بس محدش مصدقني لحد دلوقتي. انا كنت باخد دروس بالليل وانا ماشية بالليل لقيت بنت اكبر مني بسنة، ساعتها قالت لي اهلا انا صاحبتك مريم، انت رايحة فين دلوقتي؟ قلت لها اهلا بيكي ده شرف ليا، قلت انا راح اخد درس عند الاستاذ حمزة. قالت لي ساعتها انا كمان باخد عند الاستاذ حمزة وانا لسه مخلص دلوقتي. انت سنة اولى؟ قلت لها انا في سنة اولى. قالت لي وانا في سنة تانية واحنا لسه مخلصين درس دلوقتي حالا، هو بيدينا احنا الاول وبعد كده يدي مجموعة سنة اولى ثانوي. هو انت يا بسمة فين صحابك ولا انت دايما بتمشي لوحدك؟ لا انا باخد درس لوحدي انا، بس معايا 4 أو 5 بيتهم قريب جدا عند الأستاذ حمزة، إنما أنا بيتي بعيد شوية. وإنت بقى يا مريم ساكنة هنا ولا ساكنة فين؟ أنا ساكنة هنا في العمارة اللي وراك ديت على طول. وساعتها اتعرفنا على بعض يوم والتاني والتالت كنا نخرج مع بعض على طول، بس الغريب بقى اللي أنا كنت كل يوم بقابلها في نفس المكان وفي نفس الحتة ده، حتى كمان أنا لما أخرج من الدرس ما بترضاش تمشي، بتقعد تستناني لحد ما أمشي. يعني شفت الصحوبية اللي بيننا وصلت لحد فين؟ ولما اقول لها يا بنتي طب اطلعي معايا حرام تستني ده كله او امشي وانا هجيلك بكره عادي، تقولي لا ما ينفعش اطلع عند الاستاذ حمزه لان انا اصلا لسه مخلص من عنده، فاطلع عنده ازاي؟ فالواحد برضه يا بسمه بيتحرج برضه من الموقف ديت، وانت عارفه بقى انا خليني احسن زي كل يوم استناك هنا لحد ما تخلصي وناخد بعضنا وانت ونمشي. بس الغريب بقى انا وهي فعلا لما احنا كنا بنمشي مع بعض كنت الاقي الناس كلها بتبص لي، بتبص لي باستغراب، ومريم محدش كان بيبص لها خالص كأنها أصلا مش موجودة. ساعتها قلت لها مريم وانت مش ملاحظة حاجة؟ قالت لي حاجة زي ايه يا بسمة؟ قلت لها الناس انا وانت لما نمشي بتبص لي كتير قوي كأني في حاجة غريبة، كأني في حاجة غريبة يا مريم انا مش فاهمها. لا 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 يا بسمة ما تاخديش في بالك، هي الناس بقى انت عارفة ظروف الناس وظروف البلد، ما تاخديش في بالك ما تحطوش في دماغك خالص. أمي يا بسمة نطلع دلوقتي بقى، أنت عايزة أي حاجة؟ لا شكرا يا مريم، عاوزة سلامتك وإن شاء الله أستناك بكرة برضه في نفس الميعاد. تمام يا بسمة تمام، أنت كده كده أصلا أنت هتلاقيني برضه واقفة برضه في نفس المكان برضه، هستناك بكرة. خلاص ماشي. حتى برضه نفس الكلام، الناس برضه عمالة تبص لي باستغراب برضه كل يوم نفس الكلام دوت. هو أنا اتجننت؟ هو أنا في حاجة؟ قلت بيني وبين نفسي كده، لحد ما جيت في يوم من الأيام وما لقيتش مريم مستناني خالص، ولقيت واحد كبير عنده 50 سنة أو 55 سنة جاي عليا في نفس المكان اللي بنقف فيه انا ومريم، وبيقول لي مالك يا بنتي وانت في حاجه؟ في حاجه تعبكي؟ مالي يا عم الحاج ما انا زي الفل اهوت ومفيش حاجه الحمد لله. يا بنتي مفيش حاجه ازاي يا بنتي؟ ده احنا كل يوم بقالنا شهور بنشوفك انت بتكلمي نفسك وبتتكلمي مع نفسك، مفيش حد اصلا بيبقى معاك خالص. مع نفسي؟ مع نفسي ازاي يا عم الحاج؟ انا بمشي مع مريم، مريم صاحبتي. مريم؟ مريم مين يا بنتي؟ انت كل يوم يا بنتي لما اغزه بتيجي هنا وبتشوفك انت بتكلمي نفسك كل مره، واحنا بنقول دي تعبانه او عندها حاجه، لما اغزه يا بنتي اللي احنا بنشوفه منك يعني بامانه مش شويه. بكلم نفسي؟ بكلم نفسي ازاي حضرتك؟ طب لما انت بقى بتراقبني او بتشوفش مريم معايا؟ بتشوفهاش ماشيه معايا؟ معاكي؟ معاكي يا بنتي؟ انت كل يوم بتروحي وتيجي لوحدك ومفيش حد بيبقى معاك اصلا. كلامه الراجل ده بصراحة خوفني جدا وخفت من كلامه، رحت عند العمارة على طول بتاعت مريم وطلعت عند الشقة بتاعتها وخبطت على الباب وضربت الجرس. ساعتها لقيت ساعتها راجل كبير عنده 60 أو 55 سنة وفي شبه من مريم كبير جدا، قلت ده أكيد يبقى أبوها. قلت له أهلا يا عمو عامل إيه؟ هي مريم مش موجودة يا عمو؟ مريم؟ مريم مين يا بنتي؟ هو أنت حضرتك يا عمو مش أبو مريم؟ أيوة يا بنتي أنا أبو مريم الله يرحمها، دي ماتت من سنة في حادثة. اتصدمت
اتصدمت على صدمة كبيرة جدا ومعرفتش اتكلم. لغاية ساعتها ابو مريم قال لي اتفضلي يا بنت اتفضلي، ما خدتش في بالي وجريت، جيت على طول على بيت ابويا وامي وحكيت لهم على كل حاجة على مريم ديت. ساعتها محدش صدقني منهم، محدش صدقني خالص، وقالوا لي ايه يا بنتي، هو في حد هيطلع لك وهيكلمك وهيمشي معاكي وهو ميت؟ مالك يا بسمة، في ايه يا حبيبتي، مالك مالك؟ ساعتها عيطت جامد وجبت اخر من العياط. ابويا ساعتها صعبت عليه جدا هو وامي، وتاني يوم جابوا له 3 شيوخ قعدوا يقرأوا عليا يوم بعد يوم بعد يوم. وبعدها كل مرة اروح لنفس المكان دوت ما لقيش مريم خالص، ما لقيش مريم نهائيا، كأن الارض اتشقت وبلعتها. نقول لك شكرا يا بسمة، خلصت انا قصة مع النهاردة مع بسمة، وهرجع تاني اذكركم لو حد حصل له موقف غريب او مرعب وحبوا يشاركوا معانا في القناة ياريت يبعتهولي على الفيسبوك، هتلاقي الفيسبوك بتاعي في اول الوصف. تالت قصة معانا النهاردة وهي الحقيقة هي اخر قصة معانا مع احمد. انا احمد كنت شغال عند عربية سواق ميكروباص، كنت طبعا بظروف الشغل بتاعي كنت بروح واجي بالعربية الميكروباص، طبعا دي ما كانتش بتاعتي، دي كانت بتاعت واحد انا كنت شغال عليها. وفي يوم من الايام انا كنت بودي جماعة من اسكندرية، وديتهم فعلا، بعد كده جيت مشيت الساعة 11 بالليل، كان الجو شتا ساعتها، وكان اليوم دوت كان فيه رعد وبرق، ومشيت فعلا. وانا ماشي وراجع لقيت في وسط الطريق بنت واقفة هي وامها. البنت دي كانت في حدود 9 12 سنة، عمالين يشاوروا على اي عربية معدية او اي تاكسي معدي، بس محدش ساعتها وقف لهم خالص. انا استغربت جدا ايه اللي موقف الناس دي هنا، ودول مش شباب، ده بنتين كمان وفي عز النضرة. قلت صح حرام عليا اقف ليهم واخدهم معايا، او حتى ينبنوا صواب، وحتى كمان عشان لو بنتي اتعرضت للموقف دوت او مراتي ربنا يجعل اللي يقف ليها زي انا كمان. وقفت لهم فعلا وقلت لهم اركبوا يا ماما اركبي. قالت لي ساعتها شكرا يا ابني، وركبوا فعلا هي وبنتها. ومشينا شويه، واحنا ماشيين شويه حبيت ادردش معاها كده، قلت لها حضرتك لما مؤاخذه يعني في حد يقف في الجو دوت وفي المكان دوت وفي الشتاء ومعاه بنت صغيره كمان؟ ساعتها قالت لي والله يا ابني غصب عني، الظروف غصب عني. كنا ماشيين انا وجوزي بالعربيه بتاعته، فجاه الكاوتش بتاعه فرقع، هو اصلا كان ماشي على كاوتش الستيبن، ولما فرقع احنا ما لقيناش كاوتش تاني خالص نغيره. قال لي خليك انت وبنتك في العربيه لحد ما نجيب كاوتش تاني. قعدت انا وبنتي في العربيه، بس قعدنا وقت كتير جدا، زهقنا. قلت انزل بقى اشاور للتاكسي، اشاور للميكروباص، اي حد يقف لينا، بس نمشي من المكان دوت، عشان بيني وبينك يا ابني انا خفت برضه، لان زي ما انت شايف دي حته مقطوعه والجو ضلمه. ايوه يا ماما، يعني ربنا يحفظك انت وبنتك. وانت على فكره كلامك صح، لان كانت في ناس ممكن تستغل الموقف دوت، ولاد حرام بقى زي ما انت ما عارفه. كلمي جوزك بقى وقولي لي انك انت لقيتي ميكروباص وماشيه معايا. اكلمه بس مش دلوقتي، شويه كده، لان الحقيقه تليفون جوزي انا مش معايا، تليفون جوزي في البيت هناك، سايبه في البيت للاسف. كده يعني هو اللي هيكلمني بقى من اي كشك او اي محل. وانا ماشيه معاك يعني، مش انت برضه رايح القاهره؟ ايوه انا رايح القاهره فعلا. خلاص بقى انا كده رايح القاهره كمان، ولما انزل بقى هو يكلمني بقى من اي مكان. بصراحه وانا وهي بنكلم بعض وبندردش كان كل شويه العربيه تزيد حراره، كان العربيه فيها ولعه، مش عارف الولعه دي كلها جايه منين، مع ان اصلا احنا كنا في شتاء والجو كان بيمطر واحنا كنا في طوبه اصلا. حبيت بصراحه ادردش مع البنت الصغيره شويه، وقلت لها اسمك ايه بقى يا حلوه؟ ردت عليا من صوتها، ردت عليا بنفس صوت امها بالظبط، قالت لي انا عندي 9 سنين يا عمو. وصراحه اول ما سمعت صوت البنت وهي صوتها زي امها بالظبط خفت جدا، وجسمي ساعتها ابتدى يقشعر لوحده وخفت. قلت ساعتها في حاجه غريبه، لا ده مش صوت بنت، اكيد في حاجه غريبه، ايه هي مش عارف. جيت لسه بحط ايدي على الكاسيت واشغل القران، اشغل على الكاسيت مره والتانيه والتالته، مش قادر يشتغل خالص نهائيا، مع ان قبل ما البنت وما يركبوا الكاسيت كنت انا مشغله زي الفل وكان 10/10. طب في ايه الكاسيت مش قادر يشتغل ليه؟ انا مش عارف. ساعتها جالي تليفون صاحب العربيه كلمني. بصراحه انا قلت اكلمه، بس مش هكلمه في العربيه، لا انا هنزل في العربيه واكلمه وافهمه على كل حاجه، على قصه البنت وما، لان انا في حاجه غريبه بس انا مش عارف ايه هي. نزلت فعلا ورديت على التليفون وفهمت على صاحب العربية على كل حاجة. ساعتها قال لي انت عبيط، انت مجنون،
في بنت امها هيقفوا في الوقت دوت لحد دلوقتي؟ قال لي اسمع، انت مش عندك قرآن في التليفون بتاعك؟ قلت له ايوه عندي قرآن في التليفون بتاعي. قال لي شغله وارجع العربية تاني بسرعة. هو لما قال لي الكلمتين دول وقال لي شغل القرآن على التليفون، ساعتها عرفت ان دول مش بني آدمين. ساعتها شغلت القرآن فعلا على التليفون ورجعت العربية تاني. اول ما رجعت العربية ولا لقيت البنت موجودة ولا لقيت امها موجودة، اختفوا نهائيا وملهمش اي اثر تاني. وركبت العربية بتاعتي بعديها ومشيت وانا خايف جدا. وحلفت ساعتها وقلت لو اي حد تاني في اي جو او في اي موقف زي دوت، لو ابويا نفسه، انا مش هوقف له تاني. احب اقول لك شكرا كتير ليك يا احمد. وبكده يا شباب خلصت حلقتنا النهاردة ما حصل بالفعل. اتمنى من كل قلبي لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك للقناة. منتظرونا في حلقات جديدة مع قناة رعب معالي جديد. وشكرا والسلام عليكم.